هذه التحف الفنية المعروضة هنا بمعرض إبداعات المرأة الماكثة بالبيت لابد لها وأن تجد طريقها نحو الترويج وتسويقها تجاه مختلف بقاع العالم. وزير الخارجية صبر بقدوم يعلن عزم دائرته الوزارية تحقيق المبتغى بمضاعفة مجهوداتها في التعريف بالمنتوج الوطني من خلال الدبلوماسية الاقتصادية. وزارة الشؤون الخارجية ما عازمة على الاطلاع بدورها بدلوها في ترقية الاقتصاد الوطني، خاصة في إطار الدبلوماسية الاقتصادية التي هي مقبلة على تطوير كبير تماشيا مع متطلبات العلاقات الاقتصادية الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل الترويج للمنتوج الوطني وتسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في الخارج. تمكين المرأة الريفية من الاستقلالية بنشاطات مذرة للدخل أولوية حسب وزيرة التضامن، ولن يكون هذا دون دعمها بآلية مالية ملموسة. المرأة الريفية والتي بلغت نسبة مشاركتها في آليات الدعم وخاصة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التابعة لقطاع التضامن الوطني بنسبة 64% من مجموع الاستفادات الإجمالية من المشاريع المصغرة الممنوحة من هذه الوكالة. التسويق لمنتوج كهذا يتصف بكل مقومات التنافسية والجودة تربطه سلسلة حلقات من الإجراءات الواجب اعتمادها، كما سلسلة حلقات أخرى من العقبات الواجب تذليلها مثلما يجمع عليه متابعونا.